أما أنا وأنت فنقطة النهاية غير معروفة، ممكن ذا الليل النهاية، وممكن بكرة، وممكن بعد شهر، وممكن بعد سنة، وممكن بعد سنين. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الشباب يقول أنا شاب وما درى أنه أقرب للموت من ألف شايب. كم من شاب ركب سيارته وما نزل منها، وكم من شاب لبس ثوبه وما خلعه بنفسه، خلعوه مزقوه من عليه. وكم من إنسان نام على فراشه وما استيقظ منه نومة الموت. وكم من إنسان خرج من بيته ولم يعد إليه، من هناك شلوا على المستشفى، ومن المستشفى إلى المقبرة. وما دامت نقطة النهاية بالنسبة لي ولك غير معروفة، فيجب أن نكون مستعدين في كل لحظة لهذه النقطة. لا تقول أنا شاب، لا، ما للمقابر لا تجيب، إذا رآهن الكئيب، حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب، فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب، كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. كم صلينا على أموات أيها الإخوة؟ واجد. ومتى يصلى علينا؟ كم عزينا في الناس ومتى يعزى فينا؟ كم سمعنا من أخبار الأموات ومتى نكون نحن الخبر؟ أجل، ما دمنا نعرف هذه الحقيقة فنحن بين خيارين. الخيار الأول الصحيح والأمثل أن نستعد وأن نعتبر أنفسنا قريبين من النهاية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت، شوفوا الحديث يا إخواني هذا عجيب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تقول في الليل يمكن ما يجي الليل عليك، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يمكن ما تصبح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كنت عاقل وحصيف ولبيب فستأخذ بهذا الأمر وتنتبه لنفسك وتسأل نفسك الآن: لو جاء الموت الآن هل أنا طيب مع الله ولا خربان؟ الآن لو دخل علينا الآن ملك الموت من الباب هذا وقال السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، قال عندي أمر الآن بقبض أرواحكم كلكم يوم في المسجد، إيش بنقول؟ نقول ممنوع؟ والله ما هو ممنوع، ما حد يمتنع منه. طيب ناخذ معنا زواد، أعطنا فرصة لو تكرمت، نبغى نجهز، قال ما معكم إلا اللي معكم، كل واحد يأخذ اللي معه. واحد قال أنا عندي عمارة، قال عمارتك لورثتك، والثاني قال وأنا عندي سيارة جديدة خلها لعيالك، والثالث قال وأنا مدير ولا أمير ولا وزير، قال خل المدارة والأمارة لغيرك. عندك صلاة؟ تفضل. عندك إيمان؟ عندك خوف من الله؟ عندك مراقبة لله؟ عندك خشية لله؟ هذا الذي ينجح. إذا ما عندي إلا أغاني ومسلسلات وأفلام وحكايات ومباريات وخريطات، هذه تنفع عند الموت؟ والله ما تنفعك ولا تسقيك شربة ماء. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أجل، إذا كنت عاقلا وموفقا فاستعد.